حضرات الوزراء، سيداتي، سادتي، لا شك أنكم تتساءلون، وأنا أتوجه إليكم في هذا اللقاء الكبير المميز، ما عساي أقول في هذه المناسبة وهي الأولى بعد عقود من الزمن طغت عليها ظروف صعبة ومعقدة، رافقتها أحداث أليمة خيمت على العلاقات فيما بيننا، فالكلام المشدود إلى مثل هكذا ماض يصبح مربكا، لا سيما وأن قوى كبرى ساهمت في تكوين تلك الحالة أو كانت من مسبباتها ما زالت ضاغطة وتعمل جاهدة لإبقائها وإيقاف مسيرة العودة إلى الحالة الطبيعية الواجب أن تسود واقعنا. فهل نستطيع فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل كي يصبح الكلام مريحا والإصغاء ممكنا؟ أنا أقول نعم، ولكن ليس بمحوه طبعا، ولا بالخوف منه، ولا بالهروب إلى الأمام، بل من خلال مواجهته وإعادة النظر فيه من قبل الجميع بذهنية الناقد الذاتي المصمم على التغيير. قدرتنا على القيام بهذه العملية هي مقياس لإرادتنا وتصميمنا على التطور ومواكبة المتغيرات والمساهمة في صنعها، فنجعلها أكثر ملائمة وفائدة لمجتمعاتنا وأوطاننا. من هذا المنطلق يصبح التفاهم سهلا والتقارب طبيعيا، فلا يعود الماضي مرهقا، ولا الحاضر مربكا، ولا المستقبل مقلقا. لقد قمنا في لبنان نحن والمقاومة بهذه التجربة التقييمية منذ العام 2006، ونجحنا معا بعد أن وضعنا كل الأمور على الطاولة وناقشناها بعمق وصراحة، أوصلنا إلى تفاهم. هذا التفاهم الذي انعكس على مجتمعنا طمأنينة مكنتنا من المحافظة على وحدتنا الوطنية، وساعدت المقاومة على تحقيق الانتصار في أشرس حرب خاضتها إسرائيل ضد لبنان، ووفق موازين قوى غير متكافئة بفوارق كبيرة. وإذا كانت الطمأنينة ساعدت المقاومة، فالغطاء الذي أمنه خيارنا الوطني بدعمها في مواجهة إسرائيل حصنها ضد الخارج الذي حاول استقطاب الداخل اللبناني لمناهضة المقاومة بإثارة مخاوف أمنية من سلاحها ومخاوف سياسية من غاياتها، ليس أقلها اتهامها بالسعي إلى إقامة نظام ديني يتناقض مع عاداتنا وتقاليدنا والتزامنا بحرية المعتقد. بالرغم من كل العراقيل، حققنا تناغما وطنيا حول المقاومة ومفاهيمها وأهدافها، ووحدنا النظرة إلى وطن سيد حر مستقل يبني علاقاته مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما النظرة إلى مجتمع مستقبلي نسعى إلى قيامه في ظل دولة قوية وعادلة. وبدأنا انطلاقة جديدة على طريق المواطنة آملين استكمالها بتحولات بنيوية. وخلافا لكل التوقعات التي أكدت يوم ذاك انتصار إسرائيل على المقاومة،
أتت النتائج لتعكس هزيمة لم تشفى إسرائيل من تداعياتها بعد، كما لم تستطع تهديدات المسؤولين الإسرائيليين المستمرة بضرب لبنان ومقاومته وبنيته التحتية أن ترفع من معنويات قواتهم المسلحة أو أن ترهبنا. فهم لم يتعلموا شيئا من تجاربهم السابقة فيه، ولا زالوا يقومون خطأ أسباب هزائمهم المتكررة. فبيننا وبينهم فوارق كبيرة في تقدير موازين القوى، قيمتهم الآلة وقيمتنا الإنسان. وإذا كانوا قد حولوا الآلة أداة لاغتصاب الحقوق، فإن الإنسان المؤمن بحقه استطاع تدمير تلك الآلة. وهذه المعجزة قد تمت على أيدي المقاومين وفرضت معادلة عسكرية جديدة ستبقى قائمة طالما بقي مجتمعنا يواصل دعمه للمقاومة. ومنذ قيام إسرائيل، أي منذ 60 عاما، وهي تواجه مشاكلها مع العرب على قاعدة القوة بواسطة الصراع المسلح، معتمدة المدفع والدبابة والطائرة. وإذا كانت إسرائيل قد حققت انتصارات آنية مستفيدة من تعثر إنساننا في تلك المرحلة، فإنها لم تستطع إسقاط إرادة النواة الصلبة في المقاومة التي كانت تتزايد مع تزايد العنف الإسرائيلي. وهكذا تمكن شعب أن يحرر نفسه من التعثر والارتباك. وبالرغم من تخاذل بعضنا أحيانا، حققت المقاومة والانتصار. إن إسرائيل التي وصلت قواها المسلحة إلى حجمها الأقصى ومستواها الأعلى في الجهوزية التقنية والقتالية والعسكرية، أصيبت بالهزيمة، ولن تكون لها غلبة بعد الآن، ولن يفقزها التدريب الجديد لوحداتها العسكرية. فالموضوع يتخطى تقنيات استعمال السلاح والقتال ليصيب الثقة بالنفس والقدرة على الاستمرار في معركة مع لبنان. إن القادة الإسرائيليين غطوا هزيمتهم بادعائهم عدم الإعداد اللازم للمعركة. والصحيح أن حجم القوى ومستوى التدريب ووسائله كانت أكثر من كافية، ولكن الشعب الإسرائيلي الذي يولد ويموت في الحروب دون أمل يوما من بالوصول إلى السلام المنشود فقد معنوياته وخسر إرادة القتال. وهنا يكمن السبب الحقيقي للهزيمة.